هنكمل مع بعض الجزء الخاص بالتكست. خليها بالشكل ده. لو رحنا لأوبجكت فضل نخليها كابيتال عشان يبقى كله على الأرض بالشكل ده كده. والهايت هقلل كل القصة دي بحيث تبقى الكلمة يعني تاخد وقت خفيف شوية في الرندر بدل ما الدنيا تتلعبت مننا يعني. خليها بالمنظر ده كده. طبعا ممكن نزود السب ديفيجنز عشان لو حبينا ان احنا نعمل تقسيمات بعد كده. بس دي التكست بشكلها البيزك قوي، مش محتاجين فيها اكتر من كده. عايز اشوف الدنيا ماشية ازاي، نخلي الوضع بالمنظر ده عشان نبقى قدام الكاميرا، ونخلي التكست سالب 90 درجة كده مثلا، ونزقها بعيد كده ونروح للكاميرا هنلاقيها بالمنظر. كل ما في الموضوع ان انت عايز تعمل انيميشن للكاميرا في نفس الاتجاه اللي التكست ماشية فيه. فاحنا كل اللي هنعمله هنقوم رايحين حاطين للكاميرا بتاعتنا للكوردز، هنحط كي فريم وهنمشي قيمة 100 فريم. طبعا 100 فريم كتير خلاص، لكن انا عايز احرك الكاميرا كده وفي نفس الوقت ازقها لجوه كده، واقوم حاطط كي فريم. ماشي بالمنظر ده، حركة بسيطة ممكن نزودها شوية نخليها 140. في حين ما الحركة دي شغالة التكست بتمشي، فهزق التكست لورا قوي كده واروح لكي فريمز، حط كي فريم واجي عند 100 تكون التكست دي طلعت لبره بالشكل ده. تمام كده، عملنا الانيميشن بتاع التكست وعملنا الانيميشن بتاع الكاميرا. لو جينا نرندر في اي جزء وليكن جزء زي ده وجينا نعمل رندر، هنلاقي الدنيا كويسة جدا مع حاجة احنا ما خدناش بالنا منها، ان التكست مخترقة للجزء بتاع القضبان دي. طيب ده نصلحه ازاي؟ مفيش مشكلة، كليك يمين شيفت نمسك ده كله الاول، رايت كليك ديليت تراك، ونروح اعتقد احسن حاجة المسقط ليفت هو اللي هيبين لي الدنيا ظروفها ايه. ارفع التكست بتاعتي شوية كده واجرب ان انا اعمل تيست. اعتقد كده مش فيها اي مشكلة. نرجع لورا، نرجعها لورا خالص، نحط كي فريم للبوزيشن، نروح عند 100 ونحط كي فريم للبوزيشن بالشكل ده كده تاني. تمام. طب هل ممكن التحكم في حركة التكست احسن من كده؟ ممكن. لو انا روحت الويندو وخدت من ويندو التايم لاين وجيت ضغطت على كنترول وضغطت على الزرار بتاع الكيرفز، اروح للتكست، اروح لبوزيشن، الشغل كله على بوزيشن اكس. تمام بالمنظر ده كده. طبعا انا عملت كده وجيت انا حددت دول ورحت رايح على فريم وقلت له فريم سيلكتد، فريم سيلكتد بالشكل ده كده. ممكن ان انا ابطأ حركة التكست بعض الشيء. لو انا عملت رايت كليك وجيت قلت له
spline types وقلت له is out كده بقت حركة التكست أبطأ إلى حد ما. وأجي على ده ورايت كليك spline types وأقول له برضو is out. ممكن أجي أخد المقبض ده كده وأرفعه كده، ممكن أجي برضو أخد المقبض ده كده وأرفعه كده بحيث تبقى الحركة شبه منحنية أو فيها كيرف وفي نفس الوقت بطيئة وفيها سموث لما بتيجي تقف في الآخر. تعالوا نعمل تيست ريندر في أكتر من مكان علشان نبقى شايفين حركتنا ماشية ازاي. حلو قوي. طيب كده كنترول اس نعمل سيف ونشوف بعد كده نتنقل للخطوة اللي جاية اللي هي خطوة ال particles. عشان نعمل particles اولا particles هيكون مكانها نفس مكان التكست او نفس المنبع اللي جاية منه التكست. لو انا رحت خدت emitter، طبعا الemitter ده هو بيودي في اتجاه زد، لو انا عملت كده هلاقيه بيودي في عكس اتجاه الكلمة، فانا هروح ل واعمله سالب 180 وهرجعه ورا تمام بعد التكست كمان واطلعه لقدام كده. شوف المكان بتاعه خليه كده ونيجي في المتر ونوسعه على اكس شوية. وفي البارتكل انا عندي الستوب اميجن في 150، لا انا هقول له ستوب اميجن مثلا في 250 تمام. بس طبعا السبيد طلع قليلة جدا، انا ممكن ازود السبيد هنا اخليها مثلا 2000 تمام بالمنظر ده كده. ممكن كمان مع ممكن مع السبيد ممكن اخلي السبيد مثلا خليها ب1000 خلاص، وفي فاريشن في السبيد بحيث ما تبقاش كل السرعات بتاع البارتكل كونستانت. وممكن اروح للبارتكل سيستمز واخد ويند، طبعا الويند برضو رايحة في اتجاه زد، هقلبها 180 واروح اوديها ورا، اروح اوديها ورا البارتكلز بالمنظر ده كده واخلي الويند دي، او اروح لبارتكلز الاول اللي هو انكلود واخد ويند، بس المود مش اكسكلود لان اكسكلود يبقى مش هيتاثر بالويند دي، فهخليها انكلود واروح للويند واخلي السترينجز بتاعها مثلا وليكن ب20. نجرب كده يبقى انا الاقي البارتكلز طلع بشكل كويس. بالعكس انا ممكن اقول له تيربولنس ويند بحيث يبقى فيه تفاوت في سرعه الرياح، في نفس الوقت خلي دي 50 ماشي. لو انا شلت الكلونر ده بس عشان اشوف البارتكلز، اعتقد ان البارتكلز في السبيد تزيد حبه تمام. ارجع تاني للكاميرا واشوف هل البارتكلز بتاعتي مظبوطه ولا لا. عشان كمان يبقى فيه تفاوت احسن من كده هروح لويند سينما 4 دي تاجز واقول له فايبريت، فايبريت علشان يعمل هز هز العمليه او للجزمه بتاع الويند. هروح لانيبل بوزيشن، انا عايز الشغل على الاكس فقط مش عايز على الواي ولا عايز على الزد، هعمل انيبل بوزيشن خلاص. ولو انا قفلت لكم الكلونر وقفلنا التكست هخليك تشوف الجسم بتاع الرياح زي ما انت شايف بيتهز بالمنظر ده كده. طبعا انا هاخده كده تمام
وممكن برضو اخليه يروح على زد شوية، ودي اخليها مثلا 150، وعلى زد برضو 150. طبعا زي ما انت شايف البارتكل جاي زي الصاروخ. خلاص ناخد الباشا ده ونوسعه برضو حبة، وعلى واي، وناخد الاتنين ونرفعهم فوق شوية. بينا نعمل كده، نلاقي عند البارتكلز شكلها جميل جدا. فاضل بقى ان البارتكلز دي تبقى عبارة عن اوبجكتس. تبقى البارتكلز عبارة عن اوبجكتس. طيب تبقى عبارة عن اوبجكتس ازاي؟ اولا اروح ازود سرعة البارتكلز دي كمان شوية، 2500. تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. والبيرث ريت اخليه 15 وهنا 15. طبعا البيرث ريت ده في الاديتور، والبيرث ريت ده في الريندر، يعني العدد الفعلي في الاديتور والعدد الفعلي في الريندر. عشان اخلي البارتكلز بتاعتي، انا عايز اخلي البارتكلز بتاعتي ايه، على شكل كيوب. هروح لكيوب واخلي الكيوب ده 50 50 50، واعتقد انه هيصغر عن 50 كمان، يبقى 10 10 في 10. ممكن اخليه فالت، واخلي الفالت بتاعه مثلا ب2، واخد الكيوب ده احطه جوه الاميتر. وفي الاميتر ما انساش اعلم على شو اوبجكتس، شو اوبجكتس. يبقى انا كده خدت الكيوب بتاعي بالمنظر ده. طيب بعد كده، بعد كده اعمل تيست ريندر. تيست ريندر نشوف الريندر شكله عامل ازاي. تهيألي لو خلينا ده 25 وخلينا ده 25، اعتقد هناخد نتيجة احسن. بالظبط بقى عندي بارتكلز بشكل اكتر. طيب كان برضو في البرومو اللي احنا شفناه، كان البارتكلز بيبقى ليها تريل او ليها ديل وراها كده. عشان نعرف التريل ده هيتعمل ازاي، نشوفه في الجزء التالت.